متتبعي قناة ألفا سبريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص في 5 ماي 2022 خلال دورة مجلس مدينة الدار البيضاء. انتفضت مجموعة من الجمعيات خلال هذه الدورة في وجه عمدة الدار البيضاء، مؤكدة أن هذه المنطقة أو مقاطعة الحي الحسني مدينة الدار البيضاء مقاطعة اللي مهمشة وما كايناش ولو نقطة واحدة ضمن 51 نقطة اللي كانت مدرجة في جدول الأعمال يعني تتعلق بهذه المقاطعة. هذه الجمعيات حملت المنتخبي تاع المنطقة المسؤولية وقالت بأن نظام وحدة المدينة بصفة عامة ما تعرفش هاد مقاطعة الحي الحسني. من أجل مناقشة هذه القضية نستضيف السي مصطفى أفعداس، عضو مجلس مقاطعة الحي الحسني من مدينة الدار البيضاء. السي مصطفى مرحبا بك. أهلا وسهلا أخي أحمد، تحية لكم وتحية للمتتبعين الموقع ألفا سبريس. مرحبا. الله يبارك فيك السي مصطفى، اش وقع في الاساس خلى الناس خرجوا وجاو انتفضوا وذكرونا بهذاك الشيء اللي وقع في ربما في 2013؟ هو ماشي غير في الاساس، فهو في الحي الحسني كامل. الناس يعني حسب المتتبعين كاملين وحنا كابناء المنطقه تنحسوا كاملين انه كاين نوع من التهميش اللي عايشينه وعشناه في ظل وحده المدينه منذ سنه 2003 الى يومنا هذا، يعني مع ثلاثه المجالس اللي تعاقبت على جامعه الدار البيضاء، المجلس ديال 2003 2009 2009 2015 و 2015 2021. حنا اليوم في المجلس الرابع، وبالتالي هاد المواطنين والمواطنات والفعاليات المدنيه عاود دارت واحد الاشاره في اول يعني اولى الدورات ديال هذا المجلس الحالي، تتقول انه راه حينما تناديو خلال المجالس السابقة أنا الأول أنكم تكون التفاتة حقيقية لهذه المنطقة. ولكن مفاد الانتفاضة يعني حملوا حتى المنتخبين تاع المنطقة حملوا مسؤولية، قالوا بأنهم ما تيدافعوش علينا، يعني ما تيدرجوش النقاط، ما تيقترحوش نقاط جدول الأعمال اللي تتعلق بهذه المقاطعة الحي الحسني. تنظن أنه هذه النقطة دي ما غنتكلموش على هذ المنتخبين ديال هذ الدورة وهذ الولاية هذه. إذا كنا تنتكلموا على ثلاثة الولايات السابقة ما حدوش ممكن، أما هذه الولاية هذه تنظن أننا في المجالس في البداية ديالها وفي يعني في الانطلاقة ديالها. أكيد أنه كاين، أنا نقدر نأكد أنه كاين واحد نوع من الالتفاتة، خصوصا بعد الزيارات اللي تنظمت على مستوى مقاطعة الحي الحسني إلى من طرف يعني المجلس بحضور رئيس جامعة الدار البيضاء لواحد ثلاثة لقاءات ولا أربعة في المنطقة، اللي زارت مجموعة ديال المناطق ويعني تم تحسيسها بأهمية المشاكل اللي تتعانيها المقاطعة وأهم الملفات الكبرى اللي خصنا نشتغلوا عليها، خصوصا الملف ديال أهم ملف يعني اللي تنشتغلوا عليه داخل المجلس هو ملفات ديال التسوية العقارية ديال مجموعة الأحياء اللي ملف مطروح، وبالتالي كاين فيه تحرك، كاين فيه اشتغال، ما غيكونش مدرج يعني في هاد الشهور ولا هو تيطلب واحد العدد ديال العمل والشغال يعني مستمر. انتم كمنتخبين جدد في هاد المقاطعه الحسني بديتوا تخدموا، اشنو هي اهم الملفات اللي بانت لكم انها مستعجله وخاص الانكباب عليها؟ هو هاد النقطه ديال الملفات ديال التسويه العقاريه، كان التسويه العقاريه كانت من اهم الملفات بحكم انه عندنا مجموعه الاحياء اليوم داخل المقاطعه اللي الوضعيه العقاريه ديالها باقا ما تمش التسويه ديالها، وكانت مطروحه في المجالس السابقه عاود الطرح ديالها. وهنا نبغي ناكد انه العمل الجبار اللي تيقوموا به الساده الاعضاء لا في الاغلبيه لا في المعارضه، وهنا كذلك يعني ملي تنتكلم عن المعارضه تنتكلم عن الاخ اللي عضو مجلس جامعه الدار البيضاء مصطفى منظور، اللي تيشتغل في هذه الملفات يعني بالتزامن وبالمواكبه ديال رئيس المجلس والاعضاء ديال المجلس. هذه الملفات يعني تيتم حاليا يتم الاعداد ديالهم، تعقدوا مجموعه ديال اللقاءات، تعقد لقاء مع رئيس جامعه الدار البيضاء بخصوص هذه الملفات بالخصوص، وكاين التزام يعني صريح من عند السيد الرئيس انه يتم التسويه ديال هذه الملفات في اقرب الاجل. بالتالي ما يمكنش اننا نتكلموا على ان وضع نقطة جدول الأعمال بهذه السرعة هذه إلا ما كانش مهيئ الملف بشكل قانوني كامل، يعني قانوني تنعرفوا الوضعية ديالو، شكون اللي ذوي الحقوق، كيفاش غيتم يعني التنسيق معاهم باش نشوفوا الحلول اللي أنسب للتعويض ديالهم أو حل هذه الملفات هذه. بالتالي تنقول أنه هذا الملف كان من بين أهم الملفات. كذلك عندنا ملفات على مستوى البنية التحتية اللي طرحت على مستوى جامعة الدار البيضاء،
وكاين الشغل فيها ما محتاجاش نقطه في جدول الاعمال. كاين الشغل فيها مع المجلس بشكل مباشر مع المصالح اللي مختصه على مستوى جامعه الدار البيضاء مع شركات ديال التنميه اللي تتشغل اللي عندها انتداب في الشغل في هذا الاطار هذا. بالتالي كاين عمل على المساله. انا غير اللي بغيت نرجع ليه هو انه الحضور ديال المجتمع المدني هو حضور ايجابي بالنسبه لنا وخصنا نكونوا مؤمنين به، خصوصا اننا تنتكلموا على دورات ديال مجالس الجامعات الترابيه اللي هي دورات عموميه مفتوحه. حضور المواطنات والمواطنين خصو غير يكون مشروط بعدم يعني المساس بالسير العادي ديال الجلسات والنظام ديالها. بالتالي التعبير على موقف او احتجاج او واحد المطلب من المطالب هو مساله مشروعه لدى يعني جميع المتتبعين سواء داخل الاطار ديال المنظمات المجتمع المدني او الافراد بشكل يعني فردي. بالتالي القانون ينظم هذه المساله هذه وحنا معها. وذكرتي قبل انه كانت واحد السنه مرجعيه بالنسبه لنا هي 2013 اللي كانت فيها يعني دورات، كانت خلال دورات ديال جامعه الدار البيضاء في الولايه السابقه يعني الولايه اللي قبل من هذه اللي كانت فيها ساجد 2009 2015 حضرت فعاليه المدنيه ودارت وقفه بشكل حضري اللي بلغت بها يعني مجموعه ديال الرسائل اللي ترتب عليها مجموعه ديال الملفات اللي تحلات من بعد منها مجموعه ديال المشاريع اللي تم البرمجه ديالها على سواء على مستوى جامعه الدار البيضاء او مجلس العماله او مجلس الجهه. وراء الواقع يثبت ذلك من خلال يعني مجموعه المشاريع اللي ترصدات ولا الميزانيه اللي ترصدات للحي الحسني في ديك الفتره. يعني من 2003 يعني دخول تجربه نظام وحده المدينه عفوا الى الدار البيضاء وسكان تاعت منطقه الحي الحسني وليتسفات تيرفعوا هذاك الشعار لا لنظام وحده المدينه لانهم تيقولوا بان نظام وحده المدينه ما غايجيبش لينا. كانوا يعني كانت عندهم واحد النظره مستقبليه ربما المستقبل تيقول لك ما غاديش يجيب لنا شي خير لهذه المنطقه. والان القضيه تبتات خلال التضامن الانتفاضه تاع السكان تاع الحي الحسني وجمعيات في الدوره تاع المجلس. صحيح انا نقدر ناكد لك انه انا من يعني قبل ما نكون داخل مدبر للشان الترابي على مستوى المقاطعه اشتغلت داخل الاطار الجمعوي منذ سنوات وتبعت الدورات ديال المجلس سواء جامعه الدار البيضاء او مقاطعه الحي الحسني على وجه التحديد تبعتهم بشكل مستمر منذ يعني 2003 ل 2021 كانت المتابعه مستمره لهذه الدورات وكانت المطالب لانه يعني القناعه اللي كانت راسخه عندنا وما زال هو انه نظام وحده المدينه يجب ان يعاد فيه النظر بحكم انه تم يعني التركيز المشاريع والبرامج التنمويه لبعض المناطق وتم اهمال وتهميش مناطق اخرى اللي من بينها مقاطعه الحي الحسني باحيائها كامله من الحي الحسني من شارع يعني طريق زمور حتى السكه ديال النسيم. هذه منطقه شاسعه اللي تتمتد على واحد المساحه تقريبا واحد 42 كيلومتر مربع عاش التهميش بشكل حقيقي وهذه ما خصناش ما غنخفيوهاش. بالتالي اليوم انا الاول اننا نردوا شويه من الامور من المشاريع اللي تبرمج لهذ المناطق. اكيد بعض يقول لك لا راه كاين المشاريع الكبرى اللي وصلت مثلا الحي الحسني وحنا تيكم دينا الطراموات لساسفه حافله الجوده ديزا من الحي الحسني حتى الحي الحسني تاخذ النصيب ديالها. اي ماشي بالحجم ديال مقاطعات اخرى اللي عندها. حنا نرجع معك غير حنا مادام في انفاس بريس ويعني والضروره يعني خصنا نشيروا لهذه المساله هذه 2013 اللي كيف ما قلنا كان واحد المقال اللي هو مقال تنعتبروه كساكنه المنطقه مقال مرجعي اللي فيه احصائيات دقيقه اللي كان سي عبد الرحيم اريري كان وضعه في افتتاحيه ديال الوطن الان. هذاك المقال وضح مجموعه ديال الامور اللي تبتات بالارقام ماشي بالكلام ديال سمعتوا هذو بالارقام انه المنطقه مهمشه بشكل حقيقي مقارنه مع مقاطعات اللي عندها واحد المردوديه اقل مقارنه يعني ما تتهمش في الناتج الخام الناتج الداخلي الخام ما عندهاش واحد المناطق ولا احياء صناعيه بحجم ديال المنطقه اللي حنا اللي عندنا داخل المقاطعه ما عندهمش مساحه جغرافيه كبيره بحال المنطقه. ورغم ذلك كانوا تيحظوا يعني بمشاريع كبرى
وبالتنمية بمشاريع تنموية داخل تراب المقاطعات بخلاف مقاطعة الحسن. وما نقوله على الحي الحسني نقوله على جميع المقاطعات الضحاوية كاملة، يعني ماشي غير احنا. يعني بالنسبة لك النظام وحدة المدينة خاص يتعاد فيه النظر، وهذه فرصة يعني فتح نقاش عمومي، حيت احنا دائما تنفتحوا النقاش قبيل الانتخابات، خاص يتفتح نقاش من دابا. صحيح صحيح، من دابا إلا كنا تنتكلموا في القانون التنظيمي تيتكلمنا على الجامعات اللي تتفوق العدد ديالها 300 ألف نسمة تتعتمد على نظام وحدة المدينة. الحي الحسني راه 500 ولا 6000 نسمة بوحدها، هي خاصها وحدة المدينة كجماعة كمقاطعة. وبالتالي هذا النظام هذا يعاد فيه النظر بحكم انه يعني النتائج اللي تتحكم اليوم اثبتت انه كان تهميش. الا بغينا نستمروا في النظام خصنا يعني نوسعوا المسألة ديال التنمية ويكون توزيع العادل، توزيع العادل والمنصف لهذه المناطق هذه. باش نقولوا منطقة اللي فيها 42 كم مربع فيها 500 ألف نسمة تاخذ نفس المشاريع اللي تتاخذها مقاطعه اللي فيها واحد 300 ولا 200 الف نسمه، راه مساله غير مقبوله وما ما تتراعيش الظروف يعني الاجتماعيه الجغرافيه الترابيه داخل 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 المقاطعه. سي فهدس شكرا جزيلا. بغيت قبل ما نختم القانون التنظيمي، القانون التنظيمي عطى المشرع عطى الجماعات وجماعه الدار البيضاء عطاها مجموعه ديال الاليات ديال الحوار والتشاور خص يتم تفعيلها مع هذه الفعاليات. المجتمع المدني المجتمع المدني ماشي غير ديال المجتمع المدني، خصو يقدم العرائض، خصو ماشي ماشي مجتمع مدني ديال خمس نجوم. خصنا مجتمع مدني حقيقي اللي تعيش داخل التراب ديال رقعه الجماعه الدار البيضاء، من الحدود ديال هذه الاساس فتا الحدود ديالها ديال مع المحمديه. بالتالي هذا المجتمع المدني ككل خصو يكون فاعل من خلال كيف ما قلنا الاليات ديال الحوار والتشاور، الاليات ديال تقديم العرائض والملتمسات لادراج نقط في جدول الاعمال، وهذا يدعو كذلك للمجتمع المدني باش يدير هذه النقط اللي يحتاج عليهم يوضعهم في اطار قانوني ويحطهم للجامعه الدار البيضاء باش يتم ادراجهم بقوه القانون في الدورات المقبله كنقط في جدول الاعمال ويتم المناقشه ديالهم. الا كان انا هنا اللي بغيت، الا كان العتاب على الاعضاء ولا المنتخبين اللي تمثلونا داخل الجامعه الدار البيضاء ما قايمينش بالدور ديالهم، فالمجتمع المدني كذلك يكون شريك بديل. يكون شريك ويكون مساعد لهم من خلال ادراج هذه النقط هذا داخل يعني واحد الصيغه ديال العريضه اللي تقدم من اجل ادراج نقطه في جدول الاعمال، وغتكون نقطه ايجابيه لنا والمجتمع المدني والمنطقه الحي الحسني ككل. شكرا سي افعداد. شكرا لك ومرحبا بالدعوه، متتبعي قناه فاسبريس، الى اللقاء فرصه قادمه. شكرا لكم.